تا الزاوية نتوما مصبرين بالصوفة الزاوية ما تخافش. كانت الولاية قامت بواحد المشروع هو أنكو عرف الناس في الأسر ديال التصوير ديال المسار السياحي. مثلا بحال تاخذ الاصبع ما خصهاش تبقى تكون بلاكس كل الناس عم بفوتوا من المدينة عدا الوجه المدينة بيجوا من المركالة عم يروحوا على الكسبة حتى يخرجوا من الكسبة عيب تكون الانتري المدينة تكون والفكره دابا ديال هذه وان بغيت نعمل واحد المسابقه ديال احسن زنقه في مدينه طنجه القديمه. هذا هو كان عندي الفكره اللي غادي نخرجوا بها ان شاء الله وهذه انطلاقه مع هاد الوجوه كاملين اللي جاوا يشاركونا فيها. وكنشكرهم كاملين هاد الناس اللي شاركوني وعاونوني وعطوني واحد القوه باش نزيد للقدام. الهدف ديالو هو انه غادي نعملوا هاد النشاط وغنشوفوا غادي دابا غنعملوا ان فيزيت في الاحياء كاملين دبارود سوق الداخل كوميسابيل حمد بن يدير وداكشي باش غادي نختاروا الزنقات اللي غادي نشتغلوا فيهم ان شاء الله. فاحنا كمجتمع مدني مجموعه ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني من المدينه العتيقه اخترنا اننا نعملوا هذه الحمله اللي كتنطلق اليوم لاجل تحسيس الساكنه بضروره الحفاظ على البيئه الطبيعيه ديال المدينه العتيقه سواء من المعالم ديالها سواء من التاريخ ديالها سواء كذلك من البيئه ديالها. وهذا هو بيت القصيد اننا نحاولوا نجملوا البيئه ديال هذا بالاغراس بالاشجار وذلك بالتعاون مع المواطنين. كانت واجدوا الان في برج الحجوي لاعطاء انطلاقه ديال ايام تحسيسيه توعويه باهميه النظافه في الاحياء ديال المدينه العتيقه لتثمين التراث العمراني بهاد الاحياء ديال المدينه العتيقه. جينا هنا باش ندعموا هذا العمل يعني اللي استحسنته المقاطعه اللي جا من مجموعه ديال الجمعيات المجتمع المدني وبصفتنا مسؤولين على قطاع النظافه احنا دائما مستعدين اننا نخرطوا في مثل هكذا انشطه اللي كتصب في المصلحه ديال المدينه اولا المصلحه ديال الساكنه عموما. وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.